بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج بسمة أمل، اللي اتعودنا إن احنا كل يوم نحاول فيها نرسم على وشوشكم بسمة أمل نحل بيها كل مشاكلنا النفسية والتربوية والأسرية. الفقرة بتاعت النهاردة هي هتكون عبارة عن تكملة لفقرة احنا كنا قلناها قبل كده، ألا وهي تأثير وخطر التلفزيون على أطفالنا. جالنا أسئلة كتير والأمهات كانت بتسألنا، هو أنا إمتى أودي ابني بالظبط لأخصائي التخاطب؟ هل في سن معين وسن محدد ممكن أودي الطفل بيه للأخصائي بتاع التخاطب ولا لأ؟ وأنا أعرف إزاي إن ابني متأخر لغويًا أو إن النطق بتاعه متأخر؟ في الفقرة ديت إن شاء الله هنتعرف على بعض العلامات اللي هتمكنك أنت إن شاء الله وهتمكنك أنت كمان إنك تعرف ابنك عنده تأخر في النطق ولا لأ. طيب في البداية كده عايزين نتفق على حاجة، إن في حاجة اسمها في فروق فردية ما بين الأطفال، مش كل الأطفال زي بعض، مش كل الأطفال بينموا زي بعض، مش كل الأطفال شكلهم سواء جسميا أو تنمويا أو اللي هي التطور الجسدي بتاعهم زي بعض. في طفل ممكن إن هو ينمو قبل طفل بدرجة كبيرة جدا، في طفل ممكن يتكلم قبل واحد تاني، في طفل ممكن يكون جسمه بينمو أكبر من الطفل التاني، وحتى لو كانوا الاتنين توأم، فلازم نتفق الأول إن في فروق فردية ما بين الأطفال بينهم وبين بعض. تاني حاجة، خلي بالكوا إن الحتة بتاعة تأخر النطق بين الأطفال ديت بتكون بتسبب شوية قلق وشوية انزعاج كده عند الأم والأب، ودوت لأن الأب والأم مش عارفين إن هما يعملوا إيه. هل يا ترى ان احنا نودي طفلنا دلوقتي للاخصائي بتاع التخاطب ولا لا؟ طب هل اصلا ابني عنده مشكله ولا لا؟ طيب انا اعرف ازاي ان ابني دوت عنده مشكله في النطق؟ ازاي اعرف الحاجات ديت؟ هقول لك دلوقتي، على الاول نقسم العمر بتاع طفلنا لشرايح. اول شريحه اللي هي من سن 3 شهور لحد سنه، من سن 3 شهور لحد سنه اعرف ان لو انا ابني في السن دوت اعرف ازاي ان ابني عنده مشكله في النطق. لو ابنك عنده 3 شهور فيما فوق لحد سنه، لو لقيتي ان ابنك لسه ما بيبتسمش ما بيضحكش ولسه مش قادر ان هو يتواصل بصريا مع اللي حواليه، ما بيبصش ليكي او ما بيبصش لاهله او يبص للناس اللي حواليه، اعرفي تماما ان ابنك عنده مشكله في التواصل وعنده مشكلة في النطق، لأنه هو لسه ما وصلش للمرحلة اللي هو يقدر خلاص يفهم بيها العالم اللي حواليه. طيب لحد من 4 شهور لحد سن 7 شهور بيبدأ الموضوع يبقى واضح جدا جدا ليكي، لأن طفلك خلاص يعني وصل ل4 شهور لحد 7 شهور مش قادر إن هو يتكلم، فهنا الموضوع تبدأ إنك أنت تعرفي تماما لو ابنك وصل لحد 7 شهور يبقى خلاص إن شاء الله ابنك دوت هيكون عنده مشكلة في النطق، فنحاول إن احنا نتدخل بدري جدا علشان إن شاء الله نلحق طفلنا قبل ما يضيع مننا. طيب لحد عند سن 7 شهور، الطفل بتاعنا لو وصل ل7 شهور ولسه برضه عنده المشكلة، هتلاقي دايما عنده ان هو مش قادر يفهم كلام اللي حواليه. لو انت بتوجهي له اي معلومه مش هيقدر ان هو يفهمها، لو اللي حواليه بيتكلموه اي كلام مش هيقدر ان هو يفهمها. فحاولي انك انت تخليكي نصحه وتخليكي عارفه ومصحصحه جدا للحاجات اللي زي دي، علشان ما تقعيش في الحيره اللي معظم الامهات للاسف بيقعوا فيها. التربيه هي انك انت تلاحظي طفلك، مش انك انت بتخلفيه وتسيبيه وخلاص، لازم ان احنا نلاحظ طفلنا في كل لحظه في حياته، هي ديت التربيه. طيب ده السن الاولاني. طب السن الثاني هيكون من سن سنه لحد سن كام؟ لحد سن سنه ونص. من سنه لسنه ونص الطفل المفروض ان هو يكون عنده محصله لغويه من 50 كلمه لحد 150 كلمه. لو طفلك ما عندوش المحصله ديت او القدر دوت من الكلمات دي برضو علامه من ضمن العلامات ان طفلك عنده تاخر في النطق، فلازم ولا بد ان الطفل بتاعنا يكون عنده الكميه دي من الكلمات او ازيد. فلو عنده كلمات محدده زي كده فعرفي ان طفلك عنده مشكله في النطق، وبرضو تخلي بالك علشان نحاول ان احنا نطلع من المرحله ديت ان شاء الله بالف سلام. المرحلة اللي بعد كده هتكون من سن سنة ونص لحد سن سنتين، والمرحلة ديت بتكون بتتميز ان الطفل خلاص بدأ ان هو يتعلم كلمات جديدة. بتكلم هنا على الطفل الطبيعي، المفروض ان هو خلاص اتعلم كلمات وخلاص ان هو بدأ ان هو يحاول يتواصل مع العالم الخارجي اللي حواليه، وخلاص المفروض ان هو بقى يتكلم وبكون جملة على الأقل من كلمتين. لو طفلك ما بيقدرش ان هو يكون الكلمة او الجملة بتاعته من كلمتين فاعرفي برضو ان طفلك عنده تأخر في
النطق، وخلي بالك برضو وهنا هيكون خلاص مؤشر الخطر بدأ ان هو يعلى جدا. احنا معانا فرصة من اول 3 شهور لحد سن السنتين، تمام؟ وهجاوبك ان شاء الله في الاخر امتى اودي ابني بالظبط لاخصائي التخاطب، تمام؟ فان عندنا الفرصه كده من سن 3 شهور لحد سن السنتين، هنا دي كلها حاجه يعني ممكن تعديها، او ممكن تكون دي مؤشر خطر ان طفلنا ممكن يكون عنده مشكله في النطق. طيب ابني خلاص وصل لسن السنتين وخلاص بدا ان هو يكسر حاجز السنتين، هيخش للمرحله الثانيه والمرحله الخطيره، واللي بتكون هي الفاصل ما بين ان طفلي فعلا عنده تاخر في النطق ولا لا، الا وهي مرحله ما بين سنتين لحد سن 4 سنوات. المعروف ان كل الاطفال ما بين السن سنتين لحد سن 4 سنوات ان هم خلاص بدأوا ان هم يتعلموا الكلمات، بدأوا ان هم يعرفوا يعبروا عن اللي جواهم. وهنا انا عايز اقول لكم على حاجتين مهمين جدا تحطوهم في ودانكم، حلقة في ودانكم دايما تخليهم معاكم طول الوقت. الطفل هو عبارة عن حاجتين، او الكلام بتاع الطفل حاجتين بالظبط، في حاجة اسمها لغة تعبيرية وفي حاجة اسمها لغة استقبالية. طب ايه الفرق بين الاتنين؟ اللغة التعبيرية اللي هو ازاي ان الطفل بيقدر ان هو يعبر عن اللي جواه، بيقدر يعبر عن اللي هو عايزه، تمام؟ يعني مثلا هو عايز يشرب يقول لك انا عايز اشرب، انا عايز اكل عايز اكل، دي اسمها لغة تعبيرية، بيعبر عن اللي موجود جواه. لو فرحان يقول لك ان انا فرحان، لو زعلان يقول لك ان انا زعلان، دي كلها اسمها لغة تعبيرية. طب ايه هي اللغة الاستقبالية؟ اللغة الاستقبالية ان هو بيستقبل المعلومات اللي جايله من بره. يعني لو انت بتوجهي له امر المفروض ان هو يستوعب الامر دوت ويفهم انت عايز منه ايه فينفذ الامر اللي انت عاوزاه. فهنا هتبصي على طفلك على الحاجتين دول، هل هو بيعرف ان هو يعبر عن اللي جواه كويس جدا؟ يبقى كده لغته التعبيريه كويسه. لو ما بيقدرش يبقى هو لغته التعبيريه مش كويسه، فبالتالي هتضطر انك انت توديه لاخصائي تخاطب. النوع الثاني اللي هو اللغه الاستقباليه، هل هو بيفهم الاوامر اللي انت بتديها ليه ولا لا؟ لو ما بيقدرش فهنا برضه هيكون هو عنده مشكله في الحته ديت، فهتضطر برضه انك انت توديه للاخصائي بتاع التخاطب. من بقى المعروف ان الطفل ما بين سنتين لحد 4 سنوات بيقدر ان هو يتكلم ويتعرف على الحروف، او ان هو ينطق الحروف كويس جدا. خلينا نتفق الاول ان في شويه حروف بتكون سهله جدا على الطفل ان هو يقولها، وفي حروف تانية بتكون صعبه ان هو ينطقها. زي ايه مثلا؟ الحروف اللي هي السهله اللي ممكن الطفل اللي هو بينطقها، زي مثلا حرف الميم او حرف الباء، دي سهله جدا ان كل الاطفال ان هم يعرفوها. انما الحروف الصعبه زي مثلا حرف الجيم مثلا او حرف الراء، يعني ممكن يجي يبدل حرف الجيم دوت بحرف تاني، يقول لك بدل الجيم يقول كيم بالكاف، تمام؟ فهنا برضو ده مؤشر خطر ان طفلك ممكن يكون عنده تاخر في النطق، تمام؟ طيب ممكن حد دلوقتي ان هو يسالني، لو انا طفلي عنده المشكله ديت، تمام؟ انا هعرف ان انا اميز ازاي هو عنده مشكله ولا لا؟ طيب هنا هيكون نقطه مهمه جدا جدا، واللي لازم ولابد ان احنا نتعرف عليها. قبل ما اقول لك ايه العلاج الاول، هقول لك ايه هي الاسباب اللي ممكن تؤدي ان طفلنا يكون عنده تاخر في اللغه، واكيد كلكم بتسالوا السؤال ده دلوقتي. من اهم الاسباب اللي ممكن ان انتم تعرفوها ان احنا عندنا سببين اساسيين للتاخر في النطق. السبب الاولاني ممكن يكون سبب عادي جدا وسبب محيط، بيكون مسبب للبيئه المحيطه اللي حوالينا، تمام؟ والسبب الثاني اللي هو ممكن يكون مرضي. السبب اللي هو حوالينا اللي هو ممكن يكون مثلا الاب والام ما بيتكلموش كتير قدام الطفل، او ان هم ما بيتكلموش مع الطفل نفسه، فدوت بتاثر على الطفل. والسبب الثاني الا وهو ممكن يكون سبب مرضي، تمام؟ اللي هو ممكن ان يكون الطفل عنده مثلا خلل في السمع، لو هو مثلا كان بيصاب كتير جدا بالالتهابات الاذن، فديت ممكن تكون سبب من ضمن اسباب ان هو يكون عنده تاخر في النطق. ممكن يكون مثلا داون، يكون مصاب بمتلازمه داون، دي برده من ضمن الاسباب اللي ممكن تكون عنده تاخر في النطق. من ضمن الحاجات دي برده ان يكون عنده رابط في اللسان، ان هو في رابط كده ما بين اللسان وبين اسفل اللسان، بيربط اللسان بيخليش ليه حريه الحركه، دي برده ممكن تكون من ضمن الاسباب. من ضمن الاسباب برده الشهيره اللي احنا قلناها الفقره اللي فاتت، الا وهي التلفزيون، لو ابنك بيتفرج على التلفزيون لفترات طويله. ومن ضمن برضو الاسباب ممكن يكون عنده شلل دماغي او اي حاجه او اي اصابه في الدماغ، فدي برضو من ضمن الاسباب اللي بتؤدي الى التاخر في النطق. طيب انا اعمل ايه والعلاج اللي انت تقوله لي وتميزه لي عشان اقدر انا اطلع بابني من المرحله ديت؟ اهم حاجه انك انت تتواصلي مع طفلك
وانت تتواصل مع طفلك، تتكلم معاه. احنا ما بنخلفش اطفالنا عشان نسيبهم، لا، اتكلم معاه وتواصل معاه وفهمه. الطفل بيتعلم من خلال ان هو بيقلد الاصوات اللي بيسمعها من حواليه، ومين اكتر ناس بيعيشوا معاه؟ هو الاب والام، فتكلموا معاهم وان شاء الله المرحله دي تمر على خير ان شاء الله. الحاجه الثانيه، حاول ان كنتوا تودوه لاخصائي تخاطب او مركز للتاهيل او مركز للتدريب، علشان هيساعدوه جدا ان شاء الله ان هو يمر بالمرحله ديت. طب امتى؟ وده اجابه السؤال، ان انا اودي طفلي للتخاطب. خلينا كده، البدايه خالص هو سنتين، يعني بدايه التشخيص ممكن يكون سنتين، معانا فرصه من سنتين لحد 3 سنين. الفرصة اللي هي السنة ديت ممكن انك انت ماشي تعلمي الطفل ذاتيا في البيت وتحاول انك انت تأهليه ذاتيا. طب ما قدرتيش في الفترة دي، خلاص يبقى لازم ولا بد ان احنا نوديه لاخصائي تخاطب علشان نشخصه ويبدأ ان هو يحط له الخطة العلاجية علشان ان هو يقدر ان شاء الله يعدي بابنك لبر الامان. الحاجة اللي بعد كده برضو نصيحة كده على السريع، انك ممكن انك انت تقرأ لطفلك قصة وتحاولي انك انت تعلميه شوية الكلمات وشوية مفاهيم من القصة دي. ودي كان كده كان بعض النصايح السريعة وبعض الأسباب اللي هي للأسف بتكون أسباب مدمرة لمعظم الأطفال بتاعتنا. فحاولوا ان كنتوا في معظم الأحيان ان كنتوا تهتموا بأطفالكم شوية، ان كنتم تكونوا شوية منظمين في الموضوع بتاع التربية. ما تخلوش التربية تكون محض صدفة كده وخلاص، احنا خلفنا الأطفال وبنسيبهم وما كده كده يتربوا لوحدهم وخلاص. اهتموا بيهم وإن شاء الله ربنا يكرمكم في أطفالكم بإذن الله ويتمتعوا بأتم صحة سواء نفسية أو صحية إن شاء الله. واستنونا بعد الفاصل إن شاء الله مع فقرة جديدة وبسمة أمل جديدة. استنونا بعد الفاصل. وارجع لكم تاني بعد فاصل كده سريع بسرعة مع ضيوفنا المميزين ومع حلقة مميزة إن شاء الله ومع فقرة إن شاء الله تستفادوا منها، لأننا هنتكلم فيها عن مواضيع بتمس المجتمع المصري بتاعنا مع شخصيات مميزة جدا. صح يا نادين؟ صح يا أستاذ محمود، يا دكتور محمود. النهاردة معنا ضيوف مميزين جدا، معايا الصحفي الإعلامي الأستاذ صلاح عمارة، رئيس اللجنة العليا للإعلام في المنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان. أهلا بحضرتك. أهلا بك. ومعانا الأستاذة حنان عمارة. أستاذة حنان عمارة أمين عام اتحاد المشروعات والحرف اليدوية، اتحاد وزاري على مستوى الجمهورية، منسق مبادرة رواد التنمية المستدامة، نائب رئيس اتحاد حقوق الإنسان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة الحور والتنمية والخير. اهلا وسهلا بحضرتك. أهلا، ما شاء الله، يعني حضرتك رمز مميز جدا للمراه المصريه، وحضرتك كمان نموذج مميز جدا للاعلام المصري. منورين جدا حلقتنا. احب اتكلم النهارده عن موضوع مهم جدا وشائك جدا في المجتمع المصري، الا وهي التنميه المستدامه. تمام. مفهوم حضرتك للتنميه المستدامه، وعايزين نعرف أهدافها، وياريت حضرتك تقول لنا ارتباطها بالمنظومة الجديدة للتعليم. التنمية المستدامة بمفهوم بسيط بعيدا عن المصطلحات العلمية الصعبة، هي احنا عايشين دلوقتي بنستهلك في موارد طبيعية موجودة، عايزين نستخدمها صح، نستفيد من أخطاء الماضي ونحافظ عليها للمستقبل، علشان خاطر في اجيال طالعه بعد كده يلاقوا الحاجه دي، مش احنا نخلصها دلوقتي. في كل حاجه، تنميه هي تطوير الارض، تطوير الحياه، تطوير الشغل، تطوير العمل، تطوير كل شيء، والمحافظه على ما تبقى لدينا من موارد طبيعيه واستثمارات وكل حاجه في الارض محتاجين ان احنا نستبقيها للاجيال القادمه. هدفها 17 هدف، ده اللي حققتهم او اللي اعلنتهم الامم المتحده. اهداف تمس حياتنا كلنا، مفيش فيها هدف بعيد عن الواقع اللي احنا عايشين فيه، محاربه الجوع، القضاء على الفقر، التعليم الجيد، الصحه، مساواه بين الجنسين. 17 هدف مختلفين كلهم احنا فعلا شغالين فيهم ومحتاجينهم وعايشين واقع فيه. يمكن في حاجات في تأثير فيها عايزين نشتغل عليها اكتر، لكن احنا يعني كعالم، احنا ما بنتكلمش عن مكان معين في العالم، كعالم مهتم جدا ان هو يدخل في منظومة التنمية المستدامة ويبقى ليه
شغل على ارض الواقع فيها عشان الاجيال اللي جايه، علشان الاجيال القادمه اللي كنا بنتكلم عليها من شويه، اللي هو المستقبل ليهم. لازم نحافظ بكره هيكون في ايه علشانهم، زي نقطه التعليم الجيد، التعليم عن بعد، اثره ايه عن ولادنا. الحاجات دي مهمه جدا ان احنا نهتم بيها ونطورها. قبل ما ننتقل لنقطة ومحور التعليم عن بعد، أحب أعرف رأي حضرتك يا أستاذ صلاح بالنسبة للتنمية المستدامة، وهل هي ملموس على أرض الواقع في مصر هنا؟ والله التنمية المستدامة حاجة كويسة جدا لو احنا استعملناها صح. بمعنى ان احنا ولادنا الطلاب بتاعتنا يكونوا الفهم يكون واضح وصريح. الطالب بياخد تاب معاه وجوه حجره مغلقه، احنا عايزين ننمي الطالب ده يخرج اللي عنده بالكامل، يبقى فيه هنا تعليم، ده تعليم عن بعد، الافاده الكامله، يبقى طالب فاهم واعي، بنخرج طالب مبدع، مش داخل غرفه مغلقه. تمام. طيب نقطه ان من ضمن اهداف التنميه المستدامه هي القضاء على الجوع تمام. والفقر، خط الفقر في مصر دلوقتي، رؤية والمجهودات اللي بيبذلها الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي حضرتك شايفها في البلد ايه هي؟ لا والله يا رئيس حقيقي، هل هي ملموسة وكلنا حاسين بيها؟ بيعمل حاجات ملموسة فوق الخيال. زي ايه كده؟ الحاجات اللي بتعمل دي يعني لو احنا نقول هنعملها ولا 30 سنة قدام عشان تعمل، يعني زي العاصمة الإدارية، يعني صرخ شامخ، حاجة تمام. جميلة لكل الحاجات المميزة فعلا. إنشاء الكباري بالكامل، المزارع اللي بتعمل تطوير وتجديد، تطوير وتجديد، وكفاية كده، كفاية إن الرئيس بينزل بنفسه، بينزل الشارع الوقت بنفسه، فعلا قضى على العشوائيات، نحول مناطق العشوائية لمناطق مدن جديدة، وبيسلم شقق، رفع مستوى المعيشة. مستوى المعيشة فعلا احنا في طريقنا للتنمية المستدامة، بس على مدى بعيد. بلاش كده، عندك مشروع الخبز كمان. تمام. الفرد بياخد 50 جنيه على البطاقة، بسم الله ما شاء الله، بدون تمام، وعلى السلع برضو 25 جنيه، كل حاجة جميلة ما كانتش موجودة. فعلا ما كانتش بتساعد الفقير على المعيشة، بتقلل من ضغط الحياة ليه، لأن الحياة كلها ضغوط تعب ومشقة، ده بي بي بيقلل بيقلل بيدي على الأقل، بيدي الفقر نسبة ليه، حقوق بياخدها بدون ما يدفع، بدون ما يدفع، بدون ما يحط إيده في جيبه ويدفع. فعلا صح. تحية الرئيس واقف بالباع والدراع جنب أولاده وزراء، جنب أبنائه. بلاش كده، تطوير الجيش بأسلحته بترساناته، يعني غير ذلك شوف الدول العربيه اللي احنا بنسندها واقفين جنبيها، حاجات كتير قوي قوي. وبعدين الرئيس بيقول لا للعنف، بالعكس بيطالب ايه؟ بالسياسه، بالعقل، بالثبات، مش عايزين عنف خالص. احنا ناس ديمقراطيين سياسيين، لا عنف، لكن اللي هيخش معانا بالعنف يا مرحب بيه، احنا تحت امره. كلام الرئيس بيقول كده، لكن احنا سياسيين ديمقراطيين لابعد الحدود، عندنا ديمقراطيه لا حدود. ويهم الرئيس برضو الشعب، لان الشعب ده هو جزء منه، هو جزء من الشعب. الرئيس حاجه جميله وحاجه حلوه جدا جدا، ربنا يختارنا، ربنا يعينه ويوفقه يا رب. دايما في سبيل الوطن. خليني كده اقف عند حته حقوق الاجيال القادمه اللي الاستاذه قالت لنا عليها من شويه. كان في حاجه كده موجوده في المنهج بتاع تقريبا ثالثه ثانوي عند عالم وفيلسوف اسمه هانز يوناس، دوت اللي بسبب الادعاءات بتاعته ادت لصدور ميثاق اسمه ميثاق حقوق الاجيال الايه القادمه. من اكتر الحاجات ديت اللي هي بتدعو لحقوق الاجيال اللي جايه بعدينا، فكل حاجه موجوده في الارض دي. تمام. مش معنى ان كل حاجه انا اللي جيت قبليك يبقى كل حاجه خلاص بقت مستباحه عليا، ان انا اخلص كل حاجه طبعا، سواء بقى موارد طبيعيه او موارد بشريه، ان انا كل حاجه بقت ليا وما اهتمش بالاجيال اللي جايه بعد كده. ودي نقطه مهمه جدا جدا، لازم ان كل الشعب يتكلم عنها، او لازم كل العلماء يتكلموا عن الحته دي. مش معنى ان البشر الحاليين دلوقتي اللي جم في الفتره دي هم جم الاول
ما يهتموش بالاجيال اللي جايه بعد كده، يخلصوا كل حاجه، يخرب كل حاجه بقى، يعني يبوظ البيئه، يبوظ الارض، يبوظ كل حاجه. ما هو الريس بيعمل ايه؟ الحاجات اللي بيعملها دي بيعملها للاجيال القادمه. دي موارد مستفاده للاجيال القادمه. زي التعليم عن بعد. الموضوع لمين؟ ما هو كل دي اجيال، اجيال قادمه. يطلع جيل متعلم، جيل مثقف، جيل واعي، يفهم معنى ايه حياه، يفهم معنى ايه معنى، يفهم معنى ايه اقتصاد بلد. حاجات كتير حلوه. طب بمناسبه حته التعليم عن بعد دي بقى، دلوقتي في توجه عام في وزاره التربيه والتعليم خصوصا في السنه الدراسيه اللي جايه دي ان شاء الله، ان يكون في تعليم عن بعد، يعني هيبداوا ان هم يقللوا الحصص بتاعه جميع السنوات الدراسيه ويخلوها بدل ما هي حصص تفاعليه في الفصل، هيبدا لها حصص بقى على الانترنت اونلاين. تمام، عايزك حضرتك تكلمينا شويه عن الموضوع ده. أهم التحديات وعوامل النجاح لنجاح المنظومة الجديدة للتعلم عن بعد. خلينا نقول إن معظم دول العالم أو كل دول العالم مستخدمة النظام ده من زمان. يعني مش جديد، مش بسبب فيروس أو بسبب حاجة. التعليم عن بعد أو الأونلاين أو ده سيستم موجود ومعروف. مش حاجة جديدة. لكن إحنا بندخلها بقالنا سنتين. دخلناها مع طلاب ثانوي اول ثانوي ثانيه ثانوي. فلما جت فيروس كورونا قلنا علشان الحفاظ على التباعد الاجتماعي نبتدي نعممها. الفكره حلوه وقويه جدا، هتاخد وقت على ما الناس العاديه الاهالي واولياء الامور يستوعبوها، لكن هي ضروريه لان هي وسيله من وسائل التواصل العالمي. احنا دلوقتي كلنا بقينا بنعرف اخبار بعض واحنا قاعدين في البيت. لما يكون التعليم انت عندك حاجه عايز تعمل عليها سيرش وتفتح تبحث عنها في لحظه بيطلع لك كل حاجه، بتعرف الموضوع اللي انت عايزه ومن كذا مصدر، مش من مصدر تنوع المصادر التعليم، تقدر تلم بالموضوع اللي انت عايزه. انا من وجهه نظري الموضوع حلو جدا وصح قوي، ولكن ليا رؤيه ان احنا نعمل تفاعل اكتر بين الطلبه وبعضهم، بين المدرس اللي موجود على المنصه الالكترونيه والطلبه بتوعه، علشان ما نفقدش معنى توصيل الطلاب ببعض، المشاركه الطلابيه المجتمعيه اللي نقدر نطلع بيها طفل بعد كده عنده تعاون مع زملائه في الشغل. مش عايزه اخليه يفقد النقطه دي، لازم نهتم قوي بالمشاركه على المنصات الالكترونيه، الطلبه مع بعض ومع المدرس. لازم نخليهم يعملوا مشاريع جماعيه، احنا كنا بنعملها واحنا في الفصل في المدرسه في الكلاس بتاعنا. بنخليهم يعملوا مشروع مع بعض، لوحه مع بعض. طب احنا دلوقتي على النت لازم نركز على النقطه دي، لازم نعلمهم ان احنا برضو متواصلين، ان احنا برضو يد واحده، روح الجماعه، روح التعاون. اذا احنا هنحتاج نوع من انواع تطوير البرامج التعليميه على المنصه الاعلاميه التعليميه. شغالين عليها كم طالب نجدد في البرامج نفسها التفاعليه. المشكله بقى ان في تحديات كبيره جدا هتقابلنا، وده اللي موجود على لسان معظم المدرسين دلوقتي. ايه هي بقى ممكن التحديات؟ ممكن انا اعرض لحضرتك شويه وبعد كده حضرتك تعرض بقى للحاجات دي. يعني مثلا نسبه كبيره جدا جدا من المدرسين غير مؤهلين للحته دي، لانه في مدرسين كبار جدا، صح؟ فمعظم الجيل القديم للاسف ما بيقدرش ان هو يستخدم التكنولوجيا. كبار في السن ما عندهمش قدره على التفاعل مع التكنولوجيا، خلاص ما عندهمش قدره. فده ضمن التحديات. هو كبير وان هو يدرس حصوصي بتاع زي الاول وهو عايز يعمل كده. اذا انا في النقطه دي هطرح سؤال بعد اذنك استاذ محمود، هطرح سؤال: هل مصر جاهزه لمواكبه التكنولوجيا الجديده للمنظومه التعليميه الجديده؟ ارد بناء على معلومات وزاره التربيه والتعليم. خليني اقول لك ان من بقى السنه اللي فاتت واللي قبلها المدرسين في كل القطاعات ثانوي واعدادي وابتدائي اخذوا فعلا دورات تدريبيه على التاب. تمام. والمدرسين، انا بتكلم على قطاع التدريس دلوقتي، يعني بثقه لان انا عندي قرايبي كتير ومعارفي كتير مدرسين ومدرسات اخذوا فعلا دورات تدريبيه على التاب، وازاي يدخلوا على المنصه وازاي يتواصلوا مع يعني الوزاره قبل ما تعمم الفكره، وحتى من قبل كورونا مديه دورات تدريبيه للمدرسين وبيعرفوا يتعاملوا ايا كان العمر. ما قالوش ان المدرس اللي فاضل له سنتين على ان هو يطلع معاش مش هياخد، كلهم اخدوا تدريب وكلهم فعلا متواصلين مع الطلاب بتاعتهم وبيعملوا الامتحانات دلوقتي اونلاين. والجديد اللي هيحصل السنه الجايه ان حتى التعليم بتاع الامتحانات هيبقى اونلاين. دي حاجه مخوفاني، يعني دي نقطه من ضمن الحاجات اللي مخوفاني، نقطه التصحيح اونلاين للثانويه العامه. ايوه النهارده الصبح كنا بنتكلم فيها، ما حدش يقول بان ايه
ده زود درجه، لا انا مظلوم في درجتين، لا كلام من ده. ما هي في نقطه تصحيح كامل، في اجابه وفي روح الاجابه. بقى انا عايز اتكلم برضو في الحته دي، ويا ريت لو حد في اجابه وفي روح الاجابه، يا ريت لو حد سمعنا في وزاره التربيه والتعليم يرد على النقطه دي. احنا سمعنا في المؤتمر الاخير بتاع الوزير كان بيقول ان مفيش حد هيجيب 80% فوق 80%. اه تمام. طيب ده ازاي؟ انا عايز اعرف ايه. هقول لك ازاي. انت بتدي للكمبيوتر اجابه نموذجيه. ما هقول بقى لحضرتك. هو دلوقتي قال ان كل الامتحان هيكون ام اس كيو، صح؟ تمام. ان اختيار متعدد. طب افرضي ان انا اخترت كل الاختيارات بتاعتي صح، تمام، كل الاختيارات اللي كل الاسئله انا اخترتها صح، تمام، ليه ما اخدش النهايه؟ هو دلوقتي في مستويات للاجابه او للاسئله، في اسئله اللي هي اختياريه، واعتقد ان لازم يكون في سؤال للطالب المتميز عن الطالب المتوسط. عن اعتقد ان المقصود بالرد ده من سياده الوزير هو للسؤال ده اللي هيميز بيه بين الطالب المتفوق والطالب المتوسط والطالب الضعيف. تدرج يعني في الاسئله، يعني تدرج في صعوبه الاسئله، تمام. يعني ممكن في ناس فعلا تجيب، عشان برضو الطلبه كانت منزعجه جدا من الحته دي. طب انا لو حليت الاسئله كلها، يعني انا اكيد لازم ده المنطقي ان انا اجيب النهايه، يعني ايه المشكله؟ ايه اللي يمنعني ان انا اجيب 100%؟ تمام، فده عادي، تمام. اعتقد احنا بص، هو التجربه لا تزال في مراحل التطوير. اعتقد السنه اللي فاتت غير اللي قبلها غير السنه دي. كل سنه بيحصل عمليه تطوير وعمليه تنظيم اكتر. كلنا خايفين اكيد، اللي عنده ثانويه عامه ولا ما عندوش ثانويه عامه خايفين، خايفين، وخصوصا من نقطه التعليم، التصحيح عن الامتحانات بدون تدخل اي عنصر بشري. دي حاجه قلقه الكل. النهارده كنا بنتناقش في الموضوع دوت قبل ما اجي، وقلنا في اجابه وفي روح اجابه، طب هتبقى ازاي؟ صح. فدي برضو محتاجين، ده نوع من انواع التحدي للتصحيح. دي هتكون حاجه لو انت حضرتك بتتكلمي في النقطه ديت، هيكون لو في اسئله مقالي اكيد لازم يكون في سؤال يميز الطلبه عن بعض. الوزير لما طلع في محمود ما جابش المؤتمر، انا ما فيش مقالي، ماشي، فانا ما فيش خلاص. هو اللي محطوط اجابه، اللي محطوط ان اجابتك كذا وانت اختار، ما جابش. انا طالب مثلا ذاكر واجتهد ومؤدي اجابه صحيحه 100%، وجبت طالب نص نص وبتكلم من ده، واقول ان ما ينفعش. طبعا ما ينفعش بالمره، لازم كل واحد ياخد حقه تماما. ليه مثلا الولد او البنت كليه الطب مجموعه اعلى، لا دي بخش طب، لا ده صيدله، ليه؟ ما هو كده. انا عارف ان في طلبه كتير جدا اتظلموا فعلا في السنين اللي فاتت علشان الموضوع التدخل البشري دوت، ان هو التعليم كده بيلاقي يعني. ايوه، خلي بالك ان احنا بنتكلم عشان كده، وفي ثانويه مش عامه، ده بياخد عندنا ثانويه فنيه زياده درجتين، ده 10، لا ده زوده، لا مش عارف الفنيه إيه. هي كمان برضو اسئلتها علم ان في رقابه تماما على الالكترونيك وتصحيح الامتحانات. رقابه مستدامه على الامتحانات. ولكن برضو احنا عندنا في مصر برضو في ترخي، في بعض الترخي، ولذلك الطلبه يطلعوا بقى اللي تقول لك انا انتحرت واللي مش عارف ايه واللي ايه. ليه؟ عشان خاطر لا ده انا مظلوم، لا ده انا حل صح فعلا 100%. وازاي انا اجيب 70%؟ ده انا حل. ما انت طب راجعي اللي انت قلتيه، راجعي امتحاناتك، راجعي اللي انت اديتيه، هتعرفي الاجابه ايه. ما هو برضه يعني المصاف ظلم عدل. طب هننتقل تاني لنقطه التعلم عن بعد. هل التعلم عن بعد لازم يبقى موجود دون اللجوء للتعلم المباشر، احتكاك المعلم بالطالب؟ يعني هل احنا لازم خلاص المنظومه الجديده تعتمد على التعلم البعد؟ طب التعلم المباشر راح فين؟ هل لازم هو اللي يبقى ليه دور فعال، ولا لازم هما الاثنين يبقوا ليهم دور متساوي متواجدين مع بعض في المنظومه؟ اتفضلي. اوكي. يعني انا لازم دلوقتي كمدرس هقول لك احنا حاليا التعلم عن بعد ولا التعلم المباشر؟ هقول لك احنا مضطرين، يعني في مراحل بتلتزم التعلم المباشر، المرحله الابتدائيه، وفي عملي، تمام. أيوة. انا في عندي ثانوي زراعي، وفي عندي ثانوي صناعي، وثانوي فندقي. أيوة. الناس دي عندها حاجات لازم تبقى فيها حضور عمليه، تمام. عملية. فبس احنا حاليا مضطرين، لان احنا مش عارفين التطور اللي جاي الشهر الجاي هيكون في ايه. فخلينا نكون حسب الرؤيه اللي في العالم كله العالميه، ان احنا مضطرين ان احنا نتماشى حاليا مع ان كل الدراسه هتكون عن بعد.
لاني ما اضمنش كل يوم في عالم بيطلع بيقول حاجه جديده عن تطورات الفيروس اللي حاصله. فحاليا حتى العملي اعتقد ان هو هيكون بشكل مقنن جدا، وفي عبء على فكره بقى عشان ما نهدمش حق المدرسين، في عبء حاصل على المدرسين ان انت الفرقه الواحده هتتقسم نصين بالظبط. انا سامعه ان في يوم السبت هيبقى اجازه وهيبقى في حضور فعلا. يعني الله يكون في عونهم فعلا في المرحله الجايه. المدرسه هتتقسم مجموعتين بدل منهج مره واحده في اليوم هشرحه ثلاث مرات بالظبط، ثلاث مرات او مرتين دلوقتي مرتين طبقا للمراحل الابتدائيه والاعداديه حسب كثافه كل فصل. حسب هي بقى المشكله الكثافه اللي موجوده في الفصول هي دي اللي هتبقى حالياً تحدي. حاليا هيكون الرؤيه كامله عن بعد مؤقتا لحد ما نلاقي حل للفيروس دوت، واعتقد ان بعد كده لازم هنرجع لازم احنا كعرب لازم خلينا نتكلم. هقول لك على حاجه، احنا كعرب دول وطن عربي بنحب اللقاء فيس تو فيس فعلا صح. فهنرجع هنرجع لكن هنرجع بشكل مختلف. هيكون في طبعا حضور ولكن بعد ما تنتهي الازمه دي خالص، بس التعليم عن بعد هيفضل مستمر. هو ما اسموش تعليم عن بعد، خلينا نقول التعليم الالكتروني. تمام. ده هيفضل موجود لكن هيبقى فيه حضور، هيبقى فيه مشاركات بعد الازمه دي وتنتهي ان شاء الله، تنتهي على خير ان شاء الله عن قريب. يعني سامعين ان ان شاء الله في حل ان شاء الله. طيب لكن حضرتك توجهي نصيحه لاولياء الامور اثناء التعلم الالكتروني التعليم عن بعد، ايه النصيحه المهمه اللي توجهها لهم؟ اتكلم ولا طبعا احنا عايزين نركز قوي على ان احنا نعلمهم روح الجماعه. تمام. نهتم قوي. هو في حضور دلوقتي في النوادي وفي حضور في اللقاءات العائليه، ولكن احنا بنتكلم على العمليه التعليميه او المساله التعليميه. طبعا هو كل الاولياء الامور خصوصا في المرحله الابتدائيه عايزه اقول لك علشان بالشعبي مطحونين مع اولادهم. ايوه يعني لازم يبقى في رقابه شديده. طبعا لازم يكون في رقابه شديده ودور اكبر للاسره. وتخلي بالك ان احنا الام دلوقتي هي عليها المجهود الاكبر ان هي بتقعد تتابع. تمام. هو بيعمل ايه؟ تابع. أيوة. البروجكت اللي طلب منه ايه؟ طب بتقعد توجه طبعا لازم اثناء الحصه اونلاين تفرغ كمان. الله يكون في عونها. لازم تقعد تتابع بشكل كويس. وهم فعلا انا معايا مجموعه كبيره جدا من الامهات سواء كان في الاتحاد او في المؤسسه او في الحياه العاديه. طبعا هم عليهم مجهود قوي جدا، بتقعد بثلاث اربع ساعات مع ابنها. كان في مثلا السمر كورس دوت ما حدش حاول ان هو يفكر بقى يخرج ولا الكلام. أيوة. ده كله يعني احنا بنعلمهم علشان الدراسه هتبدا. خلينا نقول ان نتعلم عن بعد اصبح منقسم ما بين دور التيتشرز نفسهم المدرسين ودور اولياء الامور والبيت. البيت دور 50% هنا و50% هنا. طبعا ما بقاش زي زمان انت عارفه هم بيعملوا ايه. 30% في البيت. في حاجه هنا احنا بنقول التعليم عن بعد شيء جميل وتعليم جميل، لكن لا غنى عن التعلم المباشر عن التعليم المباشر عن المدرسين. يا جماعه في 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 ورش انتاجيه، في عملي مخصوصا. خليني اضيف نقطه مهمه جدا، التواصل كمان البصري بين المدرس والطالب والطالب وتقريب الرؤيه وتقريب الرؤيه كمان. في انشطه تفاعليه تفاعليه موجوده لا غنى عن المدرس بكل الاحوال بكل المقاييس. المدرس موجود موجود ما هو موجود حتى اونلاين موجود. هو كان موجود. التجربه اللي فاتت اللي هي بتاعت فتره اللي هي بدايه كورونا كان معظم المدرسين بداوا ان هم يدوا اونلاين بالظبط. فكان في طلبة بقى عارف انت عارفه الطالب اللي هو ايه بيدلع شويه بيدلع وشويه وشويه النت يقطع وشويه النت ضعيف. انا حضرت يعني. مع احدى المدرسات فهي موجوده ومدخلاهم كلهم، كل طالب عندها، وكان مرحله ابتدائي كانوا حاجه جميله قوي. فكل طالب بيتواجد، يعني هي المنصه عندها موجوده، قاعد ازاي قاعد فين وثابت حضوره. ولو طلع لا في ناس عامله كنترول حلو قوي في الاونلاين. ايوه كنترول مراقبه. وفي ناس متفاعله جدا وفي ناس لسه زي ما حضرتك قلت عايزين يتجاوبوا اكتر وعايزين، لكن هو فعلا ثابت. وبيعملوا على فكره انشطه كمان رياضيه حلوه قوي وانشطه فنيه حلوه قوي وهم كلهم قاعدين كانهم في الكلاس بالظبط، ولكن على النت. احنا بنتكلم مش على كمان خلي بالك بتفرق مدارس خاصه
ايوه على مدارس حكومه. هنا النقطه دي النقطه الفيصل اللي نجحت الوجع نقطه الوجع ما بين الخاص وما بين الحكومه الشعب المصري الحكومه. أيوة. هي دي فعلا. عارف كمدارس خاصه كمدارس انترناشونال لانجويج الحاجات دي شهرين حلو قوي يعني انا شفت متابعه دي ثقافه عندهم عادي شغالين حلو معروفة. ايوه تمام مظبوط وشغالين بيرفكت وتمام. احنا خوفنا وتخوفنا من مدارس الحكومه وخصوصا في القرى. يعني طالب في قريه عدم وجود امكانيه وتكنولوجيا هي دي المشكله. بس على فكره برضو عايز اقول حاجه ان الطالب في القريه هو اللي بيطلع الاول لانه عنده الدافع. على فكره يعني هو تفوق. هنقول الطالب بتاع القريه هو الاساس لان بيدي اللي جواه بيدي فعلا تعليم هو عايز يبقى ايه. عايز يبقى حاجه. وده دليل ان معظم اوائل الثانويه العامه بيكونوا من القرى من القرى والارياف من الصعيد ومن الحاجات دي مش اونلاين. امثال احمد زويل وغيره 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 ده ما كانش اونلاين استاذ صلاح. ده كان فيس تو فيس وكان بالحضور. احنا بنتكلم على الاونلاين. طالب دلوقتي قاعد في قريه في اقاصي سوهاج والاقصر ما عندوش اصلا موبايل اصلا يخش يعني النقطه دي بقى مهمه. يعني مثلا بابا يروح يجيب موبايل يعمل 5000 جنيه نوجه دعوه من البرنامج. ايوه حلوا مشكلة النت لطلبة المحافظات علشان ما تزموش. فعلا صح. يعني دي أنا بقدمها دعوة عن طريقكم أنتوا في البرنامج تعلنوها. يا وزير التعليم في كرة في مصر في أقاصي الصعيد عشان يطلعوا على الأونلاين مع المدرسة لازم يمشوا مسافة عشان يلقطوا الشبكة. معدومة أكيد. وفي ناس ما عندهاش الشبكه. لا احنا هنروح بعيد ليه؟ معدومة. احنا هنروح بعيد الصعيد ليه؟ الهضبه هضبه الهرم ما فيهاش شبكه طالما بعيده عن البلكونه وعن الفرنده بتاعتك. فهنا جنبينا في البوابات هنا او الاب ما عندوش امكانيه انه يجيب موبايل لابنه. ليه؟ تمام هيقدر انه يجيب اللوحات الداخله والخارجه. لا هم مسلمينهم ثلاثه ده في معدومه الشبكه. معدومه ولا اعدادي ولا دول يعملوا ايه بقى؟ دول يعملوا ايه؟ مش ده نوع من انواع التحدي في منظومه جديده. ده ممكن يشتغل معاهم. يعملوا ايه؟ محتاجين المسافه والطبيعه محتاجين ردود كتير وعدم وجود الامكانيه. عايزين ابناء تطلع تبقى حاجه جميله ثقافه عاليه انبهار. مش عايزين تخلف. مش عايزين اجيال متخلفه. لا اجيال تدي كل حاجه من عندها. ان شاء الله باذن الله. اذا احنا بنتلخص دلوقتي ان من ضمن عوامل النجاح اهم حاجه تدريب المعلمين على المنظومه الجديده وازاي انهم يبداوا يتفاعلوا مع الطلبه من خلال برامج تعليميه. أيوة. على المنصه التعليميه. ايوه تاني حاجه ان انا اطور من البرامج التعليميه لتفعيل دور الطالب نفسه وعدم استاذ حنان قالت ان في مدرسين خدوا دورات تدريبيه. ايوه والطالب نفسه لازم يندمج ويعيش البيئه التفاعليه ان هو مش قاعد لوحده. لا انا قاعد وسط فعلا بيئه افتراضيه فصل افتراضي وبتجاوب مع زمايلي. أيوة. وبتجاوب مع المدرس. ده بس اهم بس برضه مش عايزين الكتله فعلا. برضه احنا بنشر وزير التعليم الكتله بتاعه الاطفال في المدارس دي. احنا بنقول في مرض كورونا منتشر وفي وباء. الكتله دي يعني انت هنعمل يومين دراسه منقسمين ما برضه في كتله برضه من الاطفال. الاطفال دول يعني المرحله الابتدائيه الفصل كان فيه 60 ولا 70 هيتقسموا على ثلاث مراحل. هيتقسموا على ثلاث مراحل 70. ليه؟ لان ثلاث مراحل يعني ثلاث الفصل لا لو مدرسه فيها اكتر من فتره لا هيتقسموا في اليوم جروب اول جروب ثاني جروب ثالث في نفس اليوم. بقول لك المدرس بقى عليه عبء جامد الله يكون في عونهم يعني وعون اولياء الامور ان شاء الله باذن الله. يعني يا رب بنامل انه بيطور التعليم في مصر باذن الله. وبجد احنا مبسوطين جدا انكم كنتم معانا. موضوع شيق على فكره. احنا بعدنا عن التنميه المستدامه ودخلنا في التعليم. موضوع شيق لان ده مناقشات شائك جدا. لا وانا احنا كمان بنحب الرئيس. لا طبعا تحيه لرئيس الجمهوريه. تحيه لست الرئيس. تحيه كامله مكمله بكل انجازاته بكل اعماله بكل حاجه جميله بيعملها في البلد. راجل يعني مش عايز اقول مش مخلي حاجه. ربنا يقويه وحاطط يعني ايده في كل حاجه. يعني ربنا يكون في عونه. ربنا شاء الله. احنا يعني بندعو له ان هنقف جنبه. يا جماعه هنقف جنبه ما نقفش ضده. نقف جنب هذا الرجل عشان يحقق لبلدنا الانجازات. كلنا مع الرئيس.
كلنا مع بعض اللي احنا ما حققناهاش من سنين من سنين. الرئيس العام دول ما يتعملش 30 سنه، في 30 سنه ما يتعملش. ربنا معايا يا رب، ربنا معايا ويديله يعني الصحة يا رب ان شاء الله باذن الله، ونحن معاه بالباع والدراع يعني. يا رب دايما يا رب ان شاء الله. في النهايه كده عايزكم توجهوا كلمه اخيره في الكتاب. اتفضل استاذ صلاح وانا بعديك. لا اتفضل. ان شاء الله بكره احلى. خلينا دايما يكون عندنا تفاؤل، عندنا نظره امل. الدنيا فيها كل حاجه حلوه ومره، احنا عشنا فتره صعبه الفتره اللي فاتت بتاعت الفيروس. خلينا نقول ان شاء الله دي بدايه لتطوير علمي، لمواجهه لاي خطر ممكن يهددنا، لحياه اجمل، لمستقبل افضل لاولادنا. نحط ايدينا في ايدين بعض ونقول ان شاء الله مصر هتبقى حلوه بينا ولينا ولاولادنا، وان شاء الله ربنا يكتب لنا كل خير ان شاء الله باذن الله. اتفضل استاذ صلاح. انا طبعا يعني بعد اللي قال طبعا مش عارف اتقال تاني يعني كل حاجه يعني، بس احنا كل حاجه، ولكن احنا بنقول الناس الكبيره حاسه بتعب، تعب جدا. عايزين نقول الاجيال القادمه هتكون اجيال حلوه، اجيال مسلحه ان شاء الله، جيل فعال، جيل نافذ في افعاله، جيل مستريح، جيل هيبقى هيقدم كل الخدمات بالكامل. وبعدين كفايه داخل منظومه التعليم وحاجات حلوه، البلد داخله لمراحل حلوه، مراحل جميله والله. بس نصبر، بس نصبر، نصبر على الرأي، ونقول في الاخر تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. طيب في نهايه الفقره نتمنى يكون الفقره دي عجبتكم واشفت صدور شويه من الطلبه وشويه من المدرسين، وان شاء الله استنونا في الفقره اللي جايه باذن الله. مع السلامه. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، كنا مستنيين الضيف بتاعنا والحمد لله هو وصل لينا بالسلام الحمد لله، وان شاء الله هنتكلم معاكم في الفقره ديت وهيقول لنا شويه اشعار. هو شاعر جميل بسم الله ما شاء الله عليه، هو الشعر بتاعه متنوع في اكتر من مجال. اسيب له الفرصه يتكلم عن نفسه ويعرف الناس. اتفضل. اولا انا سعيد بلقاء مع حضرتك. مع حضرتك محمد فتحي، 39 سنه، شاعر عاميه. اولا بعتذر ان انا اتاخرت للساده المشاهدين. فهنبتدي بقى على طول عشان وقت البرنامج. تمام. فنقول مثلا حاجه زي الرباعيات كده متنوعه في كذا شكل يعني. فبقول مثلا وبتلف السنين ونقابل حاجات بتتوه في سكتنا، ونعشق ناس بتستكتر علينا حتى ضحكتنا. والفين يا دنيا واخدانا، وليه مش حابه فرحتنا؟ لو انت بجد كرهانه نسيب جرحك يموتنا. وفي حاجه تاني برضو شبيهه بقول، في ناس تقول الكلمه وبيها بتلتزم، وناس من كلمه واحده مصيرها بيتحسم، وناس تاكل حقوقك وهي بتبتسم، وناس بتسد جوعك واللقمه بتتقسم، وناس بقلوبنا تلعب وعلينا بتترسم. في برضو حاجه للطموح بقى والشباب والامل والكلام ده. بحب اسمع بقى الحاجات اللي هي بتاعت الطموح والنجاح. بقول لاننا بسمه امل يعني. ان شاء الله باذن الله. بقول حالف لا تسبق خطوتي كل الخطاوي، وقت في قلبي شخص كان عايش جبان، حالف لازيح الياس من قدام عيوني، وسد وداني يوم ما اسمع فات الاوان، والحلم يحبي ويصاحب كل السنين، وازرع امل يطرح طموح للمحتاجين، واكتب كتاب عنوانه مليان بالتفاؤل، واوزعه زي الجرايد على الرصيف، واشد حيلي وما اكونش ليه من الاوائل، والحلم ده الانسان قوي مش للضعيف. فطبعا لو في وقت نقول حاجه لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. طب ماشي تمام. ونقول حاجه لمصر نختم بيها. حاجه وطنيه بقى. تمام مفيش مشاكل. بس عذر ان انا جيت متاخر فكان في وقت يعني، فان شاء الله اتعوض في الحلقات الثانيه يعني. بقول على ذكر سيدنا النبي اسمع صلاه الزين، يا حبيبي يا مصطفى مشتاقه ليك العين، ياللي بنيت الامم في جمله وعبرتين، الرب هو الولي وانك رسول الدين. على ذكر سيدنا النبي كل الهموم تنزاح، والقلب يرجع صبي وخدوده لون تفاح، ولاقيه بيعزف نغم وبيشكر الفتاح على طه اللي اتولد رحمه ونور وفلاح. على ذكر سيدنا النبي سلام لاهل البيت، سيدنا الحسين والحسن دول كانوا زينه البيت، زوجاته رمز الشرف والدفء جوه البيت، تعظيم سلام يا نبي يلي صحيح ربيت. على ذكر سيدنا النبي كانوا صحيح اصحاب،
ابو بكر ويا علي عثمان مع الخطاب. تمام. نشروا معاه دعوته وجمعوا الاحباب والبحر موج وهدي والكون ما عادش ضباب. نيجي بقى ممكن ننزل بالتتر يا استاذ وليد ابو حب مصر والاستاذ محمد بيقول لنا برضو حب مصر. ما فيش مشاكل. بقول حب الوطن من حب الله، وحبك يا مصر هو نبض الحياه، ونيلك يا مصر بيجري في دمي، وشعبك يا مصر مين يقدر ينساه، يا مصر يا نبراسي يا ام الكرم والخير، يا ام النسيم والهوى يا ام الشجر والطير، فيك الزهور فتحت بتغني فرحانه علشان رواها النيل وهي عطشانه، ده سحرك ويا الشتا وسماكي والامطار لوحه اكيد ملفته وبتسحر الابصار، ولا جمالك في الصيف ونهارك في الخريف وربيعك اللي نسيمه غناه عن التعريف، فيك حضارة زمان وكرامة الإنسان وفارس شايل سلاحه وراكب حصان، فيك يعرق فلاح وتجمع السواح وقلوب مليانة طيبة حمولها على الفتاح، بدعي وأقول يا رب عليها واحميها وانصرها على اللي في يوم يفكر يعاديها. اللهم آمين. وبكده يبقى انتهت فقراتنا بتاعة النهاردة وانتهت بسمات الأمل بتاعة برنامجنا النهاردة. استنونا إن شاء الله الحلقة اللي جاية مع بسمة أمل جديدة إن شاء الله. إن شاء الله.